الإسلام أتاهم بالعلم، أتاهم بالحكمة، أتاهم بالأخلاق، وأمة تنشأ على العلم وتحارب الجهل، على العقل والعقل الحكيم، وضع الأشياء في مواضعها ودراسة الأمور بكل أطرافها وجهاتها وجوهرها وحقائقها. إذا جانب مكارم الأخلاق هي بدها تنجح لو كانت في سابع أرض، وأمة بلا علم، أمة بلا أخلاق، أمة بلا حكمة. أمة ليش ما حارب النبي في مكة؟ الحكمة بتمنع، ما في تكافؤ. الشباب من الصحابة يطلبوا، يقول لي من جملة عمر، يقول لي يا عمر أنتم قليل، والقرآن ينزل فاصبر صبرا جميلا. هل عم يقود المعركة الله؟ اليهود ما هان عليهم، فجمعوا العرب وراحوا لقريش، أثاروا قريش وأثاروا قبائل البادية، وجمعوا 10,000 مقاتل. 10,000 مقاتل، هي الأحزاب، حزب قريش وحزب قبائل العرب وحزب إيش اليهود. ليش؟ هاي التقدم، النبي بده يتقدم بالعرب، شو بده يجعلهم؟ بده يجعلهم قادة الدنيا بالإسلام. هلأ إسلام ما في، يعني كذب، كل دول إسلامية. أنا دول إسلامية، هل هالدول الإسلامية تعلم الكتاب؟ هل تزكي النفوس؟ هل تعلم الحكمة؟ 40 سنة الدول الإسلامية مستقلة، لازم نكون نحن أرقى دول العالم بالتكنولوجيا. العلوم ما هي أسرار، ما مغلق عليها. الجامعات العالم كلها مفتحة لكل من يريد أن يتعلم. صار استقلال، الاستعمار وضع حدود، نحن عم نقدس الحدود الاستعمارية. الاستعمار راح، طيب ليش احنا محافظين على حدوده؟ ما نعمل وحدة؟ ما بنعمل، لأنه في أهواء، كل واحد بده يصير ملك، ثاني بده يصير أمير، والثاني إلى آخره. فالأخ أخوه، الابن وأبوه، الجار وجاره، المتعاملين، وين التراحم؟ وين تقوى الله في السر وفي العلانية؟ الأم وبنتها، الحماية وكنتها، الزوج وزوجته، القوي والضعيف في المجتمع الإسلامي. يا أمي، ما كان في زمان النبي في محاكم، ولا في شرطة، ولا في نائب عام، كان في التربية. بالتربية ما عصر في إجرام ولا جرائم. المذنب يجي هو لعند النبي، هو يصير الشرطي وهو المذنب، قل يا رسول الله زنيت فطهرني، هو يعترف. وفي إعدام ورجما بالأحجار، فمين بيسلم حاله للموت؟ فبلغ، وهدول البدو الأعراب، فكيف الكبار منهم؟ الكبار ما عاد تمر في قلبهم المعصية. فصار مجتمع ملائكي، مجتمع علمي، مجتمع أخلاقي، مجتمع حكيم يضع الأشياء في مواضعها. اليهود مستغلين المجتمع العربي، إجا إسلام العلم، إجا إسلام تزكية النفس، إجا إسلام الحكمة والعقل والفكر. ما عصروا لليهود متسع، بدهم يقضوا على الإسلام.